بكم في هذا المكان الذي نتواجد به بمنطقة بالطريق المسماة بريافة قرب جمع بيسنتي، تعرف جملة من الحوادث في هذه الطريق. شهدت حادثة سير مروعة مساء أمس نتج عنها وفاة أب وابنه. الساكنة مستاءون جدا من حالة الطريق المزرية، ومستعملو الطريق يطالبون السلطات المحلية بتعزيز بنية هذه الطريق وبتحسين البنية التحتية. ومن المعلوم أن ملتقى هذا الطريق فإنه يربط عدة قرى بالمدينة، بمعنى أن كل طفل يرغب في الدراسة فإنه يمر من هذا الطريق، كما أن الطريق تعرف حركة وانسيابية كبيرة، لذا فمن المرجح كثيرا أن تحدث حوادث كثيرة في هذا الطريق، وخير دليل على ذلك الطفل الذي راح ضحية هذه الطريق. ما ذنب ذاك الطفل أن تذهب روحه هباء بسبب سرعة شاحنة أو سرعة سيارة ما؟ ما ذنب والده الذي ترك أسرة يعولها؟ ربما لا تتضمن هذه العائلة أي معيل سوى ذاك الأب الذي راح ضحية هذه الطريق، وذنبه أنه كان يوقل ابنه من المدرسة. نحن كأسرة زيو سيتي نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد الأب والابن، ونتمنى من السلطات أن تتدخل في الأمر وتصلح من هذه الطريق لمصلحة الساكنة ولمصلحة الجميع، قبلهم الأطفال.